ما نصيحتكم للشباب حول الجهاد والذين يسافرون للخارج للجهاد، وهل هناك جهاد تحت راية الإسلام في هذا العصر؟ الشباب يعيشون مع المسلمين ومع إمام المسلمين وتحت راعي وفي دولة، فعليهم أن يتبعوا ما عليه أهل البلد وأهل وما يأمر به الإمام. الإمام لم يأمرهم بالجهاد لأنه لم تتوفر شروط الجهاد حتى يأمرهم به. الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا. إذا قيل لكم انفروا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. من اللي يستنفر؟ الإمام، فهو من صلاحيات الإمام. فعليك أن تكون مع المسلمين في بلدك وتجتهد في العبادة وطلب العلم، وإذا أردت أن تنفع إخوانك المضطهدين فعليك بالدعاء، الدعاء لهم أن يفرج الله عنهم. نعم.